آثار عبد الله. عبد الله ترك رسالة هذه يكاد أن تكون واضحة جلية أنها هي رسالة عبد الله بن إباض، توردها المصادر وتؤكد عليها وتذكر سببها، وهذه سنتكلم عنها. لكن هناك أثرا ينسب إلى عبد الله يعرف بالعقيدة الإباضية، أو في بعض المصادر العمانية بالعقيدة العمانية، وهذا النص موجود في الكتب. ومن الكتب التي أوردت هذا النص كتاب كشف الغمة، والغريب أن هذا النص اشتغل به المستشرقون قبل الإباضية أنفسهم في دراسته وتحليله. فكوبرلي أحد المستشرقين في أطروحته عرض هذه العقيدة، وقام بتحليلها باعتبارها نصاً من النصوص الإباضية المتقدمة، وتكشف عن رؤية الإباضية العقلية. وعلق الدكتور عمرو النامي بعض التعليقات على دراسة كوبرلي أو تعقبه في بعض النقاط. على العموم هذه العقيدة أقول تحتاج إلى دراسة وتحليل وتتبع للنص الأصلي الذي إن كان قد كتب بخط يعني من كتابة عبد الله بن إباض، لكنه يحتاج إلى تتبع في وروده في المصادر الإباضية العمانية كانت أو غير العمانية. ومن ثم بعد ذلك يمكن للناظر أن يفرز النص مما كتبه عبد الله أو مما أضيف إليه، لأن هناك عندنا إشكالية الآن. مثلا هذا النص يكتب العقيدة الإباضية، قد يكون جزء من النص قد كتبه عبد الله، وأحرب عبد الله أن يكتب، لا غرابة في ذلك، لأن عبد الله كما هو معروف كان هو المنافح عن رأي الإباضية، وكان هو الذي يرد على أصحاب الفرق، والفرق في تلك الفترة بدأت ماذا تظهر، فكان يرد، يعني يرد مثلا على القدرية، ويرد على بني أمية، ويرد باعتبار توجه سياسي ومن كان معهم يتبعهم، وهكذا يرد مثلا على الشيعة وغيرهم من الفرق. فإذا يحتاج النص، ثم بعد ذلك يفرز ما أضيف إليه. وعلى كل حال فهذا النص يوجد في الكتب والمصادر العمانية باسم العقيدة الإباضية والعقيدة العمانية. ومن المصادر التي أوردت هذا النص كتاب كشف الغمة، كتاب كشف الغمة للأزكوي، ونقله من مصادر متقدمة قبله. ربما هذا النص طبعا موجود جانب منه في كتب متقدمة مثل بيان الشرع وغيرها من الكتب المتقدمة. نبقى إذن أمام هذا الأثر، لكنه يحتاج إلى تحقيق وتدقيق علمي بحيث يثبت ما كتبه عبد الله من إضافة غيره له. لكن بعض الدارسين ينسبون هذا الكتاب، ومنهم كما قلت المستشرق كوبرلي، ويظهر من كلام الشيخ الدكتور عمرو النامي بأنه لا ينفي هذه الدراسة أو هذا الأثر أن يكون قد كتبه عبد الله، لأن ما كان ينفي نفيا قاطعا أن عبد الله لم يكتب مثل هذا النص، إنما هو كان يناقش كوبرلي وبعض الأشياء في بعض الأمور، ومنها في قضية الرؤية، أنه كوبرلي استنتج أن أول ذكر للرؤية في العقيدة الإباضية فيما كتبه عبد الله، فرد عليه. وطبعا هذا الرد شيء واضح بأن الرؤية أول كتاب أو من الكتب المتقدمة مسند الإمام الربيع. إذن الروايات التي وردت في مسند الإمام الربيع المروية عن جابر بن زيد عن ابن عباس هي أول النصوص أو أول ذكر لموضوع الرؤية. هذه طبعا العقيدة تحتوي على موضوعات متعددة، قضية فرز الإيمان والكفر والنفاق وغيرها، قضية بعض مناقشة القدرية، مناقشة بعض الفرق، وهكذا قضية الرؤية، قضية أيضا تأويل المتشابه
والرد على المشبهة والرد أيضا على المقسمة، هذه العقيدة تحتاج ماذا؟ إلى دراسة وعناية وتحليل. ونتمنى أن ينتدب لها أحد طلبة العلم يدرس هذا النص ويتتبع أصله، يمكن أن يكون في رسالة، في تقديري يصلح أن يكون مثل هذا النص يخرج في رسالة ماجستير، بحيث يتتبعه تاريخيا إلى المصادر الآخر، المصادر إيرادا له من الإباضية.